امبارح كلنا شفنا منتخبنا الوطني لليد والاداء البطولي امام السويد، وكنا زي ما حضراتكم تابعتوا متقدمين، وبعدين تعادلنا ويمكن كمان اكتر من مره وللاسف، لكن انتهى اللقاء بفوزهم بفارق هدف. هنتكلم عن المرحله القادمه للمنتخب وكلام كتير كمان عن المونديال. خلينا نرحب بكابتن هشام عبد الوهاب المدير الفني لفريق 2002 مرتبط يد الاهلي. صباح الخير عليك كابتن. صباح الخير يا نهاني. صباح الخير عليكم كريم. صباح الخير على جميع جماهير الاهلاويه في كل مكان في مصر. اهلا بيك، منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا. وقبل ما نتكلم معاك في اللي جاي، تعالى نقف للحظات عند اللي فات. اكيد ومش بعيد قوي امبارح. هو ايه اللي حصل امبارح بالظبط؟ احب اطمن الاول الجماهير قبل اي حاجه ان احنا ان شاء الله لسه فرص مصر متساويه، ولسه في قدامنا فرصه كويسه قوي، بما ان ماتش امبارح ماتش السويد ما بيعبرش قوي على قوه المنتخب المصري لغايه دلوقتي. احنا عندنا الامكانيات بتاعتنا كويسه، وعندنا الشغل الفني كويس قوي مع المدير الفني روبرتو، لكن امبارح يمكن حصل شويه لخبطه اول مره تحصل، والسبب الرئيسي في المشكله ديت هي البداية شوية، ان احنا اللي هو الماتشات او المباريات الودية اللي المفروض المنتخب المصري كان يلعبها قبل كاس العالم دوت، دي اللي حصل امبارح دوت، هو ده بالظبط، هو ده اللي كان المطلوب. النتاج يعني اللي احنا بالظبط كده، ده كان الناتج عن اللي حصل، ان احنا محتاجين في وقت اللي الفريق فيه ابتدى الكيرف بتاعه ينزل ازاي ان احنا نبتدي ننظم نفسنا، وابتدي نرجع تاني، وابتدي ناخد ثقة من نفسنا، وابتدي نعمل اول وجديد تاني. هو دوت شوية الميزنج اللي حصل امبارح، لكن الناتج عن الموضوع دوت هو ان احنا في الاخر خالص بقينا في سيتويشن ان احنا في الاخر مصر، منتخب مصر القائم دلوقتي او المنتخب مصر اللي فرصه دلوقتي ان احنا نقدر في الفتره الجايه دي ازاي نرجع بالقوام تاني نرجع على الماتشات، الثلاث ماتشات اللي جايين احنا عندنا ثلاث ماتشات هيبقوا ماتشات مهمين قوي بالنسبه لنا. طيب. علشان خاطر نقدر نباص للمرحله اللي بعد كده. حلو، بس خلينا نروح يا كابتن هشام برضو للنقطه دي قبل ما نروح للي جاي. وطبعا احنا خلاص يعني احنا دايما في الاهلي وكمان في منتخب مصر اكيد احنا هنبص للي جاي، لكن ايه الثغرات من وجهه نظر حضرتك؟ يعني الشوط الاول كان حلو جدا، الشوط الثاني غير شويه الموازين او كتير، فخلينا نفهم من حضرتك برضو التحليل. يمكن ترتيب الفرقه او القوام الموجود، السبع لعيبه اللي موجودين، لو خدنا بالنا من اول الجيم الشوط الاولاني الفرقه زي ما هي، الريتم بتاع التغيير ما كانش كتير قوي في الشوط الثاني، بالذات في اول 10 دقائق من الشوط الثاني. اول 10 دقائق دولت المفروض بنسبه كبيره، انا طبعا مش قصدي هنا ان انا اتدخل في شغل مدير فني، لكن هو بالعكس ده مدرب عالمي ومدرب فكره عالي جدا، لكن الترتيب بتاعي ان انا في الاول خالص المفروض ان فرقه السويد بتجري عليا طول الماتش، عماله تجري عليا فاست بريك طول الماتش، هو بيجري عليا. لو خدتوا بالكم بعد السنتره على طول، بعد السنتره السريعه اللي بيعملها، اول حاجه ان هو بيجرب الاول يشوف الفرقه بتاعتنا رجعت تدافع ولا ما رجعتش تدافع. في خلال التغيير احنا بنغير اثنين لعيبه في الدفاع، ما بين الدفاع وما بين الهجوم، وده حصل في الشوط الثاني، ودي كانت المشكله الاكبر. عقبال ما الاثنين اللعيبه اللي بينزلوا يتمركزوا في المكان بتاعهم، عقبال ما بيقفوا بيكون الفريق السويدي اوريدي خلص الهجمه بتاعته وحط جول. فدي مشكله كبيره قوي، ان انت التغيير بتاعي والتقسيم النفس بتاع اللعيبه بتاعتي المفروض ان انا يبقى التغيير بتاعي اكتر من كده، ده اللي احنا ما شفناهوش، دي المشكله اللي حصلت اكتر. المشكله في المقابل يعني احنا في الشوط الاول بصفه خاصه اخترقنا الشبكه الدفاعيه للسويد اكتر من مره، بس الوضع بعد كده اتغير، لان من الوقت للتاني طول ما انا مدير فني وطول ما انا المفروض دماغي حاضره في الملعب، المفروض ان التغييرات بتاعتي بناء على طريقه اللعب بتاعت الفريق المنافس. فرقه السويد نفذت الكلام ده احسن مننا شويه، بمعنى طريقه الدفاع بتاعتها 6-0 اتغيرت في الشوط الثاني، لان الطريقه بقت متغيره، بقت عندنا مشكله كبيره جدا، ما بقناش عندنا الباكات او الخط الخلفي اللي موجود في النادي الاهلي، سوري انا اسف، موجود في منتخب مصر، ما بقاش بيطلع معاه في النادي الاهلي. انا كمان لما بقول على اللي بينظر للامام قلت الاهلي، ما هو هنعمل ايه يا جماعه؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن منتخب مصر، فبالتالي كان في اللي نصه من النادي الاهلي برضه، اللي نصه طبعا من النادي الاهلي، وكان للاسف دي حاجه مشكله هنتكلم فيها، ان في نواقص من اللعيبه كان المفروض تشارك باكتر من كده. يعني مثلا عنصر اساسي في اللعبه اللي هو في المنتخب اسلام حسن لعيب دولي ولعيب موجود من فتره طويله، السؤال هنا ليه ما كانش دوره كان موجود جدا في المباراه بتاعت امبارح بالذات؟ وجوده في نص الملعب كان هيغير من اداء اللعب بتاع المنتخب. انت عندك اجابه على السؤال ده؟ للاسف لغايه دلوقتي لسه، بس في يعني ما بين ان هم هل احنا مستنيين ان احنا الدور الثاني هيبقى يعني عندنا عناصر مفاجاه فيكون اسلام من الدور دوت، ولا في مشكله ثانيه احنا ما نعرفهاش مثلا ليها علاقه بالاصابه او حاجه، ودي تقديرا للمدير الفني. فنيجي هنا ان احنا الخط الخلفي ما بقاش يشوط الكور من بره، حضرتك خدت بالك الشوط الثاني ما عندناش غير بعد دقيقة 10 احمد هشام دودو الوحيد اللي شاط الكوره من بره دايره التسعة متر علشان يصوب من بره.
فبقينا بنسهل المهمه على فريق السويد في طريقه الدفاع بتاعه، فبقى هو ما بقاش عنده مشكله ان حد هيشوط من بره، فبقى ابتدى يدافع على الاوناك بتاعتنا اللي هي خطيره والممثله في سند وبكار الناحيه الثانيه، فبقتش عندنا الكوره ما بتوصلش الوينجات، فبالتالي انت كمان ما بقاش عندك القوه الضربه بتاعتك من بره، ما بقتش يعني يحيى خالد وزين وعلي زين وفي الهاف سواء دودو او يحيى خالد، التلاته ما فيش حد عنده التصرف ان هو يطلع يحل المشكله من بره، وده كان حل من الحلول، ولما عملها اتعملت مره واحده جت جون، بعد كده ما اتكررتش. طريقه التغيير اللي هي شويه من وجهه نظري شويه فيها عشوائيه من وجهه نظري انا، ان احنا بننزل لعيبه ونطلعه على طول، بجربه انزله هجمه واطلعه على طول، فدي بتعمل شويه اضطراب للفريق ككل طبعا. فبالتالي هنا حصلت شويه لخبطه حتى في اخر تايم اوت، في اخر تايم اوت بيحصل كان في واللعيبه ملمومه، حسيت شويه انا يمكن عشان خاطر الواحد جوه الهاندبول او جوه اللعبه شويه، حسيت ان مفيش توافق بين التكتيك اللي هيتنفس. اخر كوره حتى بالذات ان احنا اخر هجمه بنتكلم عليها اللي احنا كانت سبب ان احنا نبقى متعادلين، ما حصلتش ان احنا عملنا الكوره، فالحكم رجع الهجمه، ففي ترجيع الكوره ديت التكتيك بان للفرقه المدافعه اللي قدامي احنا هنعمل ايه، هننفذ ايه، فبالتالي الحكم اما عاد الكوره تاني احنا صممنا نعمل نفس الهجمه تاني، فبالتالي هنا الفريق اللي قدامك بقى عارف كويس قوي التكتيك هيبقى عامل ازاي. فيمكن شويه يمكن ديت اللي احنا قلنا عليها ان هي ممثله في ان احنا ما لعبناش ماتشات وديه، هو دي الحاجات اللي انا بقى محتاج ان انا اركز فيها مع اللعيبه اكتر، فيمكن ده مش هيبقى عائق بعد كده ان شاء الله، يعني لان المفروض ان احنا نتدارك الكلام ده، هي دي الحاجات التجريبيه اللي احنا بندور عليها.